أهلا بكم مرة تانية في عمل فني جديد. هنرسم مع بعض النهاردة وردة، وهنشوف كده مع بعض إزاي بنبدأ وبنشتغل، يعني لحد ما ننتهي بإذن الله من العمل الفني. أنا يعني هستخدم اللون الأصفر واللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأبيض، 4 ألوان. الألوان الثلاثة الأصفر والأحمر والأزرق دي بتسمى الألوان الأساسية. هنبدأ مع بعض، نبدأ كده نخلط اللون الأزرق مع اللون الأحمر عشان أكون اللون الغامق بتاع أو الداكن اللي هرسم بيه الخطوط الرئيسية للوردة. هبدأ هنا بالنقطة دي، وهنبدأ نعمل الأوراق مع بعض واحدة واحدة كده لحد ما نوصل في النهاية للورقة الكبيرة جدا. يعني هنا هعمل ورقة صغيرة كده، وبعديها ورقة تانية، بدأت أرسم الوردة من القلب، من قلب الوردة نفسها. دي ألوان زيت طبعا. هبدأ أعمل ورقة كبيرة شوية، ده هعملها صغيرة. في ورقة ممكن اعملها كبيرة شوية، ورقة صغيرة، لحد ما اوصل لشكل طبيعي للورقة او للوردة. واجي جاي رابط الاتنين دول ايه كده، وهنا كده اخد الايه من هنا كده، كده انا رسمت الوردة بالكامل. هبدأ اخش بعد كده باللون الوردة نفسه او اللون الاحمر، بس هدخل مع اللون الاحمر اللون الغامق ده. يعني انا عندي هنا اللون الغامق اهو بتاعي اللي انا خلطته، اللي هو عباره عن احمر على ازرق. هخش بقى باللون الاحمر ده، اللون الاحمر في الورقه نفسها، واجي يعني مدخل الاتنين في بعض او مازج الاتنين ببعض. الفاصل نفسه اللي ما بين الغامق والاحمر يبقى فيه استئذان ما بين اللونين، ما يبقاش فيه قطع. كده انا مزجت اللونين ببعض الى حد ما، امزج اللونين ببعض لحد ما اوصل لدرجة مرضية من الاستئذان ما بين اللونين. وهنعمل نكرر الموضوع ده في كله برضو. هاجي هنا هعمل الغامق هنا، وهحط الأحمر
حطيت الأحمر وهنعمل عملية مزج للونين بحيث ما احسش ان في فاصل. طيب نفس الحكاية كده هنكرر الموضوع ده مع بعض بحيث ان احنا نخلص الورق كله بنفس الطريقة. ادي اللون الاحمر بتاعي هحط اللون الاحمر اللون الاحمر وهنا اللون الاحمر في كل الاوراق. ميزة الألوان الزيت إنها بتتن طرية فترة طويلة فبقدر أمزج براحتي اللونين مع بعض. هنا لما أجي أمزج اللونين عشان ما احسش ان في خطوط تبقى عبارة عن ظلال. ما يبقاش خط قاطع، لا يبقى ظل، لان الشكل بيتجسم عن طريقة الظل والنور. فاللي انا بعمله بالغامق ده الظل. برضو بحط الأحمر بتاعي بالكامل في الوردة ألوان زيتية. برضو بمزج بعمل عملية استئذان ما بين اللونين. انا ما استخدمش هنا غير لونين اتنين، اللون الاحمر مع اللون الازرق لغاية دلوقتي. عملت بالازرق وبالاحمر اللون الغامق واستخدمت الاحمر الصريح مباشرة. ده اللي انا عملت. كده انا بعمل عملية مزج للضوء والظل في الورد. برضه هحط الاحمر في قلب الورقة من الداخل. كل ما بخش لجوه كل ما الورق بيصغر. برضه بعمل عملية مزج للضوء والظل هبدأ أستخدم اللون الأحمر أفتحه شوية
مع اللون الأبيض، بحيث أنا عايز أعلى بالإضاءة شوي، عايز أعلي الضوء بتاع الوردة شوي. بستخدم اللون الأحمر مع اللون الأبيض وأبدأ أكون الشكل بتاعي. كل ورقة بحط أماكن الإضاءة بتاعتها مظبوط، حتى في الداخل الأوراق الصغيرة جدا بنهتم بيها. برضو أأكد الغامق فين، الفاتح فين، كل شغلي بأكد وبدخل الغامق في الفاتح وبعمل ما بينهم استئذان بحيث يبان الورقة انها طبيعية، ما يبانش انها قطع. يعني الطبيعة فيها الحاجة كلها كده بتبقى متدرجة، تدرج لوني. وأبدأ أستخدم اللون الفاتح مع الغامق، هيجسم لي الورقة أكتر. بنعمل عملية تجسيم، الإضاءات دي بتجسم الورقة وبتظهرها أكتر. بتني أعلى بالإضاءة بتاعتي لحد ما أنا أقتنع بتجسيم الشكل. وزي ما قلنا، أهم حاجة في الفن أو الرسم إن أنت تبقى حاسس بالحاجة اللي أنت بتعملها. الإحساس بالعمل الفني ده مهم جدا. كل لمسة ولو بسيطة
بتأثر في العمل وبتظهره. وخصوصا في الفينش النهائي للعمل الفني، مهم جدا الاهتمام في الفينش، بان انا احس بالعمل اللي انا شغال فيه. برضو عايز اعلى كمان، بعض الأجزاء بعض الإضاءات كده. باستخدام اللون الأبيض مع الأحمر في أماكن معينة. وببدأ أخش على الأوراق، لأن الوردة طبعا بتبقى محمولة على فرع، والفرع بيبقى فيه أوراق، فبمزج اللون الأصفر مع اللون الأزرق يكون لي الأخضر. فأنا عايز أخضر غامق في الأول كده، عايز أعمل أخضر غامق. هنا أنا بأحيط الوردة باللون الأخضر من جميع الجهات، اللي هو الأزرق على الأصفر. زي ما انتوا شايفين كده بحط غامق،
من جميع الجهات. طبعا لما ازود الاصفر الاخضر بيبقى يعني فاتح، كل ما ازود الاصفر على الازرق الاخضر يبقى فاتح، ازود الازرق الاخضر يخش في الغامق، وهكذا. بعمل عمليه مزج كده للون الاخضر حوالين الورده. وببدا اعمل الاوراق بتاعتي، برضه بنشتغل في الأوراق. باخد اللون الأبيض على الأصفر وأبدأ أشتغل في لمسات كده في الورقة نفسها، برضو لمسات في الورقة نفسها. كل ورقة بديها الملمس بتاعها،
لمسات بسيطة كده تظهر لي الأوراق اللي حوالين الوردة، وفي النهاية بنحاول على قد ما نقدر نجمل العمل الفني بس بإحساس برضه، علشان يعني المبالغة ممكن تضر العمل الفني. لازم أجي في لحظة كده وأتوقف وأحس إن أنا إيه شبعت خلاص من العمل. لأن المبالغة زيادة بتضر العمل الفني بتاعي. بنؤكد برضو على بعض اللمسات في الوردة نفسها، كده انتهينا من الوردة. وأرجو إن احنا نكون عملنا يعني مجهود ينال إعجاب حضراتكم، ولو مجهود بسيط كده ندخل البهجة والسرور عليكم يعني، ونكون عملنا تجربة فنية مع بعض كده، تكون تجربة فنية جميلة. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكراً.